دافع دخولي في انتخابات مجلس الشعب هو ثورة فقط. واعتقد ان فيما بعد حتى اعتقد خلاص مش هدخل تاني، مش عشان ان انا ما دخلتش مجلس الشعب قد ما كان انا شايف ان هي من الامانه ومن الايجابيه ان كل مصر تقول ان احنا مستعدين نتحمل المسؤوليه. اول مره في حياتي افكر ان انا ادخل مجلس الشعب من دافع الايجابيه فقط، من دافع تحمل الامانه، امانه الشهداء اللي ماتوا في اثناء الثوره، وامانه الشهداء الاحياء اللي هم المصابين اللي فقد عينه وفقد رجله وفقد حركته. فمن الامانه ان انا اتحمل المسؤوليه. ليه حزب الوسط؟ انا بقول دايما ان الاحزاب كلها هي احزاب بتمثل مصر، انما كل واحد بيشوف انهي حزب الانسب. انا شايف ان نجاح بقسم انتخابات مجلس الشعب ده لثلاث اجزاء، الايجابيه في تحمل المسؤوليه فهو ده في حد ذاته نجاح. النجاح الوهمي هو الدخول في مجلس الشعب اللي الناس كلها بتبارك عليه. النجاح الحقيقي ان انا فعلا احقق حاجه للشعب، خاصه ان انا متحمل امانه ومسؤوليه ملايين. لان لما تيجي تقسم الدوائر هتلاقي مثلا دايره زي اللي كنت نازل فيها حوالي 3 مليون، فتخيل 16 شخص متحملين 3 مليون بني ادم. انا شايف ان النجاح الحقيقي هو النجاح في مجلس الشعب. الدافع الثوري يخلي ان بعد الحياه الانتخابيه ومجلس الشعب مفيش حاجه اسمها احزاب ولا جماعات، لان احنا ما زلنا في ثوره، فمفيش ثوره ممكن تنجح او تكمل باحزاب سياسيه او بجماعات دينيه. يجب ان احنا يكون عندنا نبتدي البرلمان بالثقه، ان احنا نثق في الناس اللي موجودين، ما نخونش. هم يمثلوا الشعب او طائفه من الشعب، انما لا يمثلوا الثوره، لان الثوره لا تمثل في مجلس الشعب فقط. الثوره بتمثل في مجلس الشعب، في مجلس الوزراء، في رئيس الجمهوريه القادم، وفي كل مسؤول في الدوله ومؤسسه في الدوله. فبالتالي ارجو ان مجلس الشعب لو هو مثل الثوره حقيقي يبقى زي ما كان في ميدان التحرير. وبعدين لازم يعرفوا الحقيقه الاخوان المسلمين والسلفيين ان الناس اختارتهم مش عشان يعلموهم دين ولا يعلموهم صلاه ولا يعلموهم ازاي يصلي وهو واقف ولا يربي دقن ولا مربيش دقن ولا تلبس البنت حجاب ولا تلبس حجاب. لازم يعرفوا ان الناس اختارتهم قالت ان الامل فيهم، لان يقول لك ايه الناس بتوع ربنا دول هياكلونا ويشربونا ويعلمونا ويوفروا لنا سكن بدل ما الناس قبل كده كانت بتساقونا. لازم الناس تفهم ان هي موجوده في مجلس الشعب عشان هي تصلح في الارض، مش تصلح في الدين او في السماء فقط. اللي حصل في بورسعيد هي مؤامره زي كل المؤامرات اللي حصلت على الشباب المصري، سواء في محمد محمود او في مجلس الوزراء او في ماسبيرو او في السيد بورسعيد. هي كل اللي فيها، او في مسرح البالون مثلا، هي كل اللي فيها هي مؤامره داخل برواز. فبقول يا مجلس عسكري لو سمحتوا لازم تدوروا وتجيبوا لنا المتهم، حتى اللي بيتقال عليهم بلطجيه، هم بلطجيه فعل فاعل وبسبب، لانه ما لقاش حياه كريمه يعيشها، ما بلتمش الاعذار ليهم، انما وفر العدل والعداله والحريه والتعليم والصحه، وهتلاقي معدلات البلطجه. لان الناس اللي كانوا بيتكلموا عليهم دول كان هم اللي بيضحوا بنفسهم عشان خاطر البلد. اللي انا عايز اقوله تاني ان الالتراس زي ما قلت لك هم مثل للشباب المصري اللي ممكن يحب حاجه ويديها كل العرض. الثوره قامت عشان تحبط الاحباط، لان هي ثوره قامت اصلا من قمه الاحباط لقمه الانتفاضه. فانا نفسي ان كل واحد الشيطان يهيئ له الكلام ده والبطانه تهيئ له الكلام ده، ان الثوره مستمره، لان الثوره قامت عشان تحبط احباط الشباب واحباط الشعب، والهدف ان يكون في عيش وحريه وعداله اجتماعيه.